لبى نداء البيع والشراية ديال شارع الرباط والسكنة ديال شارع الرباط طاقم جريدة أسفيغود. السكنة ديال شارع الرباط والبيع والشراية يناشدون ممثل صاحب الجلالة العامل شينان بإقليم أسفي باش يدخل يعطي التعليمات ديالو رئيس المجلس البلدي في أقرب وقت، في أقرب وقت ممكن لهاد الناس على ما جعل لسانهم بأنه أسبوع دابا ما كاينش عندهم الضوء نهائيا لا في شارع الرباط ولا حتى في الأزقة. خليكم مع الساكنة والبيع والشراية ديال شارع الرباط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من الساكنة ديال الدريبة هادو، الناس أنا معرضين، حنا كنطالبوا بحاجة واحدة، من هاد الناس مسؤولين ديال هاد المدينة يشوفوا ياخذوا قرار تاهما في هاد الشيء هذا. الناس راه كاين الناس اللي جايين من البحر بالليل كيتشموا جايين لديورهم كيتعرضوا للسرقة في الدريبة هادي. الدريبة هادي ولات حاجة بحال شي غابة. الدريبة هادي ما كيطفي فيها الضو كتولي بحال شي غابة اللي جا كيتسرق فيها. أنا في هاد من هاد الناس هادي دابا جاي 8 أيام هو يوميا الضو بحالكم، من بدا الشتاء هو الضو بحالكم. وحنا جينا بغينا نوصلوا واحد الرساله للناس المسؤولين والسيد العامل ديال مدينه اسفي. حنا الضو ديال شارع الرباط راه جايه واحد المده ديال سيمانه هو مطفي، هو مطفي وتا في الدروبه مطفي. الناس اللي كتبغي تخرج كلها كدير بيلك رغم الناس كبار اللي ساكنين هنا ولا شي حاجه. وحنا شحال هادي درنا واحد الشكايه على البورات هادو اللي طاحوا ولا شي حاجه ولا احد يحرر لك ساكنين هنا. وكنوجهوا هاد المزاله ديال الضو كنوجهوها لرئيس المجلس البلدي هو الاول، حيت وصلنا لهاد الرساله وما بغي وما دارش شي حاجه. والمهم ها هو دابا هاد شارع الرباط راه كلشي البولات ديالهم طفيين حتى الراس من راس حتى الراس، غير الحوانت هما اللي دايرين الضو. اللي بغيت تعرفوا هاد شارع الرباط جي ليه مع داك 10 ولا 11 ملي يشدوا الحوانت راه ما كتبانش شي حاجه. وها هو الدروبه، هما الدروبه تما مطفيين كل درب بدرب. وحنا كنوصلوا هاد الرساله للناس المسؤولين، راه ما كاينش هاد الاسفي، راه ما كاينش اللي كيحرك فيه شي حاجه لا مسؤولين ولا شي حاجه، كلشي ناعس. حنا كنوصلوا هاد الرساله للعام السيد العامل هاد. وشكرا. كنوجهوا نداء رئيس المجلس البلدي مدينه اسفي ان هاد البولات وهادشي هادو خاسرين، ودير سي عباس هاد السيمانه تما غرقوا. واش هاد الناس مسؤولين على مدينه اسفي؟ ما كيخدموش، ما كيدوروا، ما الدروبه طافيين فين الضو، هادشي راه بزاف، راه عيب كاع. هاد الناس مسؤولين واش ناعسين واش كاينين واش ما كاينش؟ يا اسفه على يوسف، هادشي اللي كنقول لك. وكنتمناو من السيد العامل انه فهمتي يتكلف بهادشي، وهاد الناس اللي مسؤولين يضغط عليهم باش يصيبوا هادشي. انا باسمي فهمتي كولد مدينه اسفي كنضربنا النفس على مدينه اسفي، هادشي اللي كنتمنى من هاد الناس هادو انهم يخدموا. معكم مواطن مسفيوي غيور على المدينه. اول حاجه انا حاجه وحده، انا السؤال ديالي كنوجهه لرئيس المجلس البلدي شخصيا، شنو هو الدور ديالك؟ حنا صراحه قال فقدنا الثقه فيك نهائيا، لا انت ولا الحزب ديالك. ابسط الحوايج هو الدور. انا دابا كواحد انا بجوم السبت المدينه شوف حالتك كي دايره، حشومه كاع ومشروع مقيم بالملايين. انا هيك على المداخل المدينه ومداخل زيد المشروع ديال الكورنيش اللي هو فاشل، ونقول لك جميع المشاريع ديالك فاشله. وكنعاود ندير نداء ممثل صاحب الجلاله الحسين شينان سيد العامل يتدخل، لانه هو صراحه قال هو نقطه الضوء في هذه المدينه بوحده. اما باقيين راه كنكذبش عليك، لا برلمانيين الى كل شيء في دار غفلون، كل شيء في سبات عميق. هاد الناس ما عرفتهمش واش عيين ولا ميتين. والسلام عليكم. هاد المدينه هذه اي واحد كيجي ليها كيضرب يديه وكيزيد في حالته، ماشي عاد الضو. كورنيش اي بلاصه سالوا معاها اللي جا خصو يضرب يديه ويجي، ما كاين لا محاسبه لا والو. شوف عاد الضو دابا شحال ديال الفلوس مشات. انت الشارع كي داير مدينه جميله اللي جا ليها كيضرب يديه ويزيد في حالته. اللهم ان هذا منكر وشكرا. السلام عليكم. بالنسبه لهاد هاد الامطار الاخيره كعرفتها بلاد ديالنا هاد الايام بسبب ديالها توقفت هاد الاناره هنا في شارع الرباط، وهذه غير امطار قليله وتوقفت الاناره. ومن هاد المنبر انا كنوجه الرساله للسيد العامل شينان باش يوجه النداء ديالو للناس في البلديه السيد عبد الجليل البداوي باش يقوموا بالدور ويشوفوا شنو هو الحل لهاد المعضله. لانه دابا انا كواحد من السكان هنايا في هاد الدريبه اقسم بالله ما ندخلش من هنايا الا ما درتش البيل. ظلمه، الدنيا ظلمه. وراه من هذا المنبر كنوجهوا رساله للسيد الوالي باش يوجه رساله للسيد البداوي يشوفوا شنو هو الحل. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله. عندي خويا واحد النداء بغيت نوجهه للجهات المختصه بخصوص هذه الاناره ديال شارع الرباط. ايا كانت الجهه، المجلس البلدي، الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء، العمران، هاد الإنارة ديال شارع الرباط راه مهزلة بكل ما في الكلمة من معنى.
اولا خدموا هذه الكهرباء بطريقه عشوائيه، ما احترموش بعد المسافه ما بين البوله والبوله، والدريعه عندهم هما الحيوط راشين. منين الحيوط راشين؟ علاش درتوا هذه الاناره؟ علاش شرعتوا فيها؟ كاين الحمد لله بدائل، واخا هذه من جهه اخرى. دابا راه اكثر من اسبوع هو شارع الرباط ديالو ظلمه بما فيهم حتى الازقه، وهذا الشيء راه كيتسبب في بعض الانواع من السرقه، خصوصا الناس اللي كيهودوا مساكن البحار والى اخره. وهذه راه ميساج كنوجهها كما قلت لكم للجهات المختصه، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.